أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. وفيه دبلوماسيون يقولون إن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة الجمعة لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية على صفحتها على تويتر أن الإمارات تستنكر بشدة القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية يقول إن التدريبات واسعة النطاق بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي، والتهديدات بشن حرب استباقية ضد بيونغ يانغ تجعل مسألة اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية حقيقة مؤكدة. وفي أخبار الكوارث الطبيعية، تعاني ولاية كاليفورنيا الأمريكية من حرائق الغابات، حيث دمر حريق سريع الانتشار وتؤججه رياح قوية مئات المنازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وأجبر آلاف السكان على النزوح. أما في أخبار الرياضة، فقد سجل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما هز شباك بوروسيا دورتموند ليصبح أول لاعب يحرز أهدافا في كل المباريات الست في دوري المجموعات.